حقوق الناس سبق وأن كنا مرارا وتكرارا لا مسامحة فيها، وسبق وأن قلت بأن هناك قتل مادي وقتل معنوي، والقتل المادي أرحم في كثير من الأحيان من القتل المعنوي. فالإنسان إذا قتل بسلاح مات واستراح، انتهى أمره، وسرعان ما ينتهي الأمر فتنتهي قضيته ويصبح أثرا باقيا بسيرة طيبة أو حسب ما ترك من السيرة. لكن المصيبة في القتل المعنوي، والقتل المعنوي مصيبة من المصائب. هذا القتل المعنوي الذي يتحقق بكلمة، أو الذي يتحقق بفعل، أو الذي يتحقق بشهادة. ولما كانت الأمور بتلك الخطورة أفرد الله سبحانه وتعالى صورة كاملة في القرآن الكريم لكل ما يقع من الإنسان تجاه أخيه الإنسان من همز أو لمز بالقول أو بالفعل أو بالإشارة. والدليل على رقي الإسلام وحضارة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ترك السلام على الضرير خيانة. حينما تمر على إنسان أعمى وتترك السلام عليه بدعوى أنه لا يراك أو أنه لن يعاتبك، فاعلم أنك قد خنت الله ورسوله فيه. ترك السلام على الضرير خيانة. إذا كان هذا حق من حقوق الإنسان، فكيف بعرض الإنسان، وكيف بكرامة الإنسان، وكيف بسمعة الإنسان، وكيف بنفسية الإنسان؟ لذلك قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. جمع بين اللمز بالقول واللمز بالفعل، جمع بين الكلام والإشارة، جمع بين القول والعمل. ولذلك هذه الصورة نزلت في عدد من المشركين، قيل نزلت في أمية ابن خلف، وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل نزلت في الأخنس، وكلهم كانوا يلمزون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر نهى عنه الإسلام بالكلية. الإسلام الكريم يريد حقوق مبنية على واجبات، بمعنى أنك لا تسيء إلي ولا تنقص من قدري ولا تزدريني، حتى تبنى العلاقة على ود وحب واحترام. ويل لكل همزة لمزة. طيب، بالمناسبة اللي حضرتك بدأت بها كلام أو الفعل اللي حضرتك، يعني كلام فاضي، الكلام الفاضي ده عندي وعندك وعند السادة المشاهدين، لكننا لو تأملنا أمام سيدنا صلى الله عليه وسلم وهو يوصي الناس دائما بأن يأخذوا حذرهم من ألسنتهم، فيسأله الصحابي: وهل نحن مؤاخذون بما نقول أو بما نتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثقلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا من حصائد ألسنتهم. رحم الله الفاروق حينما دخل على سيدنا أبي بكر الصديق رضوان الله عليه وأرضاه يوما، فوجده يمسك بطرف لسانه ويشده وكذا ويقول: ويحك. سيدنا عمر بيقول له: إيه اللي بتعمله ده؟ هون على نفسك يا خليفة رسول الله. قال: دعني، هذا الذي أوردني المهالك.